نحييكم سيداتي وسادتي من حاضرة الجهة الشرقية وجدة، حيث يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمسجد محمد السادس حفل إحياء ليلة القدر المباركة في هذه الأجواء العطرة المليئة بالنفحات الربانية. ليلة مباركة عظيمة الشأن، ليلة هي خير من ألف شهر أنزل فيها القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.